قدم برنامج صباحكم نور حلقة جديدة بعنوان فضائل العذراء مريم الجزء الثالث، حيث استضاف البرنامج المرنمة الدكتورة هبة عباسي التي أكدت خلال الحوار معها على أهمية دور الأسرة في توجيه الأبناء وتعريفهم بواجباتهم الدينية، كما تحدثت عن مكانة السيدة العذراء بين المؤمنين وفضائلها عليهم. كما أجرى البرنامج عدة اتصالات. فإلى هناك إحنا بحلقتنا وهذا الشهر مكرسينه للحديث عن مريم العذراء وفضائلها. فدكتورة هبة، لما بقول فضائل مريم العذراء، أول فضائل اللي أنت هيك بتيجي على بالك؟ أكيد المحبة، محبة الله ومحبة الآخر والخدمة، الطاعة، الطهارة، النقاء. كل هاي الفضائل، الصفات هي اللي بتخطر عبالي أول ما بنحكي سيدتنا مريم العذراء. نعم. شو ما كانت مريم العذراء بحياتك؟ أكيد مكانة جدا كبيرة، جدا عالية. طاعتها ومحبتها لله وقديش قبلت حضور الله بحياتها بشجعنا كتير، بخلينا نفكر كتير مرات في أشياء بتواجهنا في حياتنا، كيف بنقدر نتخطاها صعوبات، لكن بنقدر احنا ناخذ ونستمد من هاي الفضائل اللي بتشجعنا انه نقدر نكمل حياتنا. يعني دائما بتلجأ الى الها كل صعاب اللي بتتواجهك وكل تحديات، مثلا مشغوله خلال شغلك، دراستك، تربيتك لاولادك، اكيد يعني هل تلجأ الى سيدتنا مريم العذراء؟ اكيد بتصلي لها. وايش احلى صلاه بتصلي لها لسيدنا مريم؟ احلى صلاه اكيد السلام عليك يا مريم اللي بشرها فيها طبعا الملاك جبرائيل. واكيد وجودها ضروري وحاضر. تربيه اولادنا بنستمدها من تربيتها، قديش اعطت للسيد المسيح، قديش ساعدته من خلال الحياه الروحيه ومن خلال حياته الدنيويه. لازم نكون هالقد سند لاولادنا، لازم نوقف معهم، لازم العيله كلياتها تكون متماسكه مثل ما هي حاولت. قديش كان واجهتها صعوبات في ميلاد السيد المسيح، لما خطبت القديس يوسف، قديش نحكى عليها، قدي كان في عندها هذه الصعوبات، قدرت تواجه هاي الصعوبات. عندها صعوبات في ميلاد السيد المسيح، عندها صعوبات الوقت ما انصلب السيد المسيح، قديش تحملت، قديش كان في آلام واجهتها. كل هاي الأشياء يعني إحنا لا تخلو حياتنا، حياتنا جميلة وحياتنا أيضا في صعوبات. فأكيد يعني وجودها وحضورها ضروري في حياتنا ونستمد منها جميع هاي الفضائل. بحب أحكي إنه الله غمر مريم العذراء بكافة الإنعامات الخارقة لأنها أم يسوع، فقد أولا حبل بها بلا خطيئة ولم تتسرب الخطية إلى حياتها. ثانيا هي ممتلئة نعمة، وثالثا دائمة البتولية، ورابعا أم الكنيسة وأمنا جميعا. وخامسا نقلتها الملائكة إلى السماء نفسا وجسدا وجعلها سلطانة السماء والأرض. سادسا هي وسيطة لجميع النعم، ودائما بتتضرع من أجلنا إحنا أبنائها على الأرض، ولا يرد الله لها طلبا. سابعا يجب أن نسبح الله في مريم العذراء اللي اتخذها الله الكلمة أما وتكون في أحشائها وجعلها عجيبة فوق كل العجائب. فمن أحب يسوع أحب أم يسوع. وعندما نكرمها نكرم يسوع، ولا سبيل لفصلها عنه، وتبقى مريم العذراء أقرب الناس إلى يسوع. أما سؤالك، لماذا إحنا المسيحيين نكرمها؟ لماذا نكرم مريم العذراء وفضائلها؟ أولا لأنها نموذج للإيمان وطاعة الله. فمنذ البدء، منذ استعدادها لقولها للملاك نعم لخطة الله، حتى ما عندما كانت تنطوي هذه الخطة على قدر كبير من عدم اليقين والتضحية، هو مثال إنا ودافع قوي لجميع المسيحيين لتكريم مريم. وهذا بخلينا نتذكر أهمية الثقة بخطة الله لحياتنا وضرورة إخضاع إرادتنا إله. أنا أقل البشر قدرة وقيمة على التحدث عن السيدة العذراء المنعم عليها الفائقة القداسة. وهنا أتحدث إذا سمحتم وأعطاني الوقت
وأعطيت الوقت الكافي أن أتحدث عنها من منظورين. نعم. منظور إيماني شخصي ومنظور لاهوتي إنجيلي كنسي. نعم. أنا في صلاتي اليومية بعد الصلاة الربانية وقانون الإيمان طبعا أصلي السلام عليك يا مريم، لكن صلاتي تكون بحرارة وخضوع وخشوع وانسحاق. نعم. أشعر وأنا أصلي، هذه حالتي حين أصلي بإيمان، أشعر بأني أنفصل فكريا وروحيا عن نفسي البشرية والجسدية. نعم. أدخل في الناحية البعدية الإيمانية العميقة. أنا أتحدث مع السيدة العذراء كأم الآب الشفيعة، كما أتحدث مع السيد المسيح له المجد. أسلم نفسي وحياتي وحياة أسرتي لهما. أطلب أولا مغفرة الخطايا، لأني كبشر أنا إنسان ضعيف، ثم أطلب مجد الله وبره، والباقي كله يزاد لنا كما يقول الكتاب المقدس. نعم. في طلبتي أكون متأكدة من أن صلاتي يستجاب لها وتتحقق، وأشعر بالراحة والطمأنينة. وطبعا حين أصلي للسيدة العذراء عليها السلام، هناك الكثير من الفضائل والصفات التي تحدثتم عنها وتحدث عنها زملائي السابقين في الجزئين الأول والثاني. نعم. وأيضا ضيوفك الكرام في هذا اليوم. نعم. لكن هذه الصفات أصبحت، التي أضيف على صلاتي للسيدة العذراء، أصبحت جزء من تفكيري وممارستي الإيمانية الحياتية اليومية.